روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار، أي حرم أن يبقى فيها إلى الأبد، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي يبتغي القرب إلى الله لا نفاقا من غير اعتقاد. وليس المراد بهذا الحديث أن الاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله بدون الشهادة الثانية يكفي للنجاة من الخلود الأبدي في النار، بل يجب قرن الإيمان برسالة محمد بشهادة أن لا إله إلا الله، أي لا بد من النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار، بدليل قوله تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.